عقد المرشح للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو مساء الجمعة لقاء إعلاميا بمقر حركة النهضة بصفاقس، تناول فيه عديد النقاط أبرزها حظوظه في هذا السباق الانتخابي ورؤيته لصفات المرشح الأولى بمنصب رئيس الجمهورية. رئيس الدولة ما يمكن يكون ستاتيك، يكون إنسان مشغول بالأرقام، يعطينا إحصائيات متاع قداش دخل وقداش خرج والناتج العام والسميق. رئيس دولة هو إنسان استباقي، فيزيونير. يجب يكون عندنا رئيس دولة فيزيونير. إيش معناه؟ معناه أولا يعرف وطنه، الأمر الثاني يعرف مؤسسات البلاد، وعنده تكوين قانوني يفهم من خلاله وين الخلل إذا كان ما مشاتش المؤسسات. رئيس الدولة يجب أن يكون شخصا له علاقة بتاريخ وطنه، يعرف المراحل اللي مرت بها البلاد. رئيس الدولة يجب أن يكون عارفا بخصوصيات مناطق البلد جميعا وحاجياتها وعقلية شعبه. ورئيس الدولة يجب أن يكون شجاعا، يتدخل عندما تتلهم الخصومات بين الناس ليضع حدا لها، حتى ولو كان موقفه غير مفهوم الآن فسيكون مفهوما في المستقبل. نرغب في رئيس سياسي له الحس، له الفهم، له الإدراك، وليست له الأغراض الذاتية ولا الأغراض الحزبية ولا الأغراض العائلية. اللي يدخل قصر كرتاج يخلي مرته وولاده لبرا، اللي يدخل قصر كرتاج يخلي حزبه لبرا، اللي يدخل قصر كرتاج يخلي لسخ لبرا، اللي باش يدخل قصر كرتاج يجب أن يعمل على تنقية الحياة العامة، وهالفساد المشرئب والمستسهل في البلاد يجب القضاء عليه. باش الفساد يقضى عليه بإعطاء الموقع لمن يستحقه. إحداث لجنة حوارية وفتح باب الحوار بين الأطراف الاجتماعية هي أبرز أولويات المرشح عبد الفتاح مورو في حال وصوله إلى كرسي الرئاسة حسب تعبيره. تشكيل لجنة حوارية من شأنها أن تنظر في عدة مسائل. لجنة حوارية قانونية تنظر في إمكانية مراجعة القوانين الأساسية المتعلقة بالدستور والانتخابات والحياة السياسية، ومانيش أنا اللي باش نعملها، اللي باش يعملوها هما أهل الاختصاص. الأمر الثاني فتح باب الحوار بين الأطراف الاجتماعية، لأن تونس اليوم ليس فيها منتدى حواري ولا فضاء حواري. حول واقع مدينة صفاقس عبر عبد الفتاح مورو على ضرورة إيلاء عناية خاصة لهذه الجهة نظرا لأهميتها الاقتصادية والجغرافية. أنا من المستائين بالتآكل الذي يحصل لهذه المدينة التي كنا نعتبرها جوهرة الجنوب وقائدة الأعمال وسيدة المال، والتي نعتبر أهلها من أنشط ما عرفته تونس. لا ينقص ذلك من بقية الجهات شيئا، لكن صفاقس اعتبرت كذلك. صفاقس اليوم تحتاج إلى عناية خاصة، صفاقس اليوم تحتاج إلى حماية محيطها، صفاقس تحتاج اليوم إلى إبراز مؤسساتها، إلى تنظيم الحياة فيها، إلى دفع الشباب باش يكونوا في مقدمة ازدهارها وتنميتها. لا يرفض أولاً سعادة، أنا مانيش كنت مرشح لحركة النهضة.